زميلاتي زملائي صديقاتي أصدقائي، سعيد بلقياكم مجددا. شكرا على مشاهدتكم لهذا الفيديو. سأكون سعيدا باشتراككم بالقناة، سأكون فخورا بتسجيل إعجابكم وبتقاسم هذا المحتوى مع صداقتكم وكتابة تعليق إذا كان ذلك ممكنا ومتاحا. وقفة احتجاجية اليوم بإسبانيا للمطالبة باعتقال إبراهيم غالي. خرجوا نشطاء مغاربة وإسبان مساء أمس الاثنين 26 أبريل 2021. علاش؟ باش يحتجوا أمام مقر المندوبية ديال الحكومة المركزية في جهة الأندلس، كيحتجوا على استضافة إسبانيا لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية. كما نعلم جميعا أن هذا الشخص متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال إرهابية في حق مجموعة من الأبرياء منهم مغاربة وإسبان. عبروا المتظاهرون المغاربة والإسبان عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا استضافة المدعو إبراهيم غالي المبحوث عنه والمطلوب للعدالة الأوروبية، والذي أدخل إلى مستشفى إسباني بهوية مزورة، مطالبين بمحاكمته على الجرائم التي اقترفها في حق الضحايا المغاربة والإسبان. ورفعوا المشاركين في هذه الوقفة اللي تم تنظيمها في إطار الامتثال الصارم والتام لتدابير وإجراءات القيود الصحية المفروضة، رفعوا لافتات عكست بحق هذا القلق من خلال حثهم القضاء الإسباني على الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي سنة 2016. كما أجمع ممثلو الجمعيات وائتلاف النسيج المدني الجمعوي بجهة الأندلس على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية الذي يتعارض مع القانون الإسباني وروح التعاون والشراكة وعلاقات حسن الجوار القائمة بين المغرب وإسبانيا. وفي هذا الصدد، وفي استجواب لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت نادية صفي الدين إحدى المشاركات في هذه الوقفة الاحتجاجية في تصريح خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت بنبرة متحسرة: إن موقف إسبانيا غير مفهوم تماما ولا يخدم العلاقات بين البلدين، إنه أمر مستهجن للغاية. تضيف نادية: وفيديا الإسبانية بذرائع إنسانية من أجل تهريب المتهم من أيدي العدالة. إذن اعتبرت الناشطة المدنية أن الشخص المعني بالأمر قدم من قبل السلطة التنفيذية الإسبانية تحت ذرائع إنسانية من أجل تهريب المتهم من أيدي العدالة. وتابعت نادية صفي الدين في نفس الحوار: نطالب الحكومة الإسبانية بتفسيرات، لأن هذا النهج يثير عدة تساؤلات في الوقت الذي لا نكف فيه عن الإشادة بالعلاقات الجيدة والممتازة بين المملكة المغربية وإسبانيا كشريكين، ونصف العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية. وذكرت هذه الناشطة الجمعوية والفاعلة في مجال الاجتماعي بأن هذا المجرم يجب أن يحاكم ويحاسب على أفعاله أمام العدالة، ويجب منعه من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى يقول القضاء كلمته الأخيرة فيما يتعلق بتورطه بالعديد من الجرائم في حق ضحايا مغاربة وإسبان. وتابعت نادية صفي الدين أنها تطالب بتفسيرات من الحكومة الإسبانية، لأن هذا النهج يثير عدة تساؤلات في الوقت الذي لا تكف فيه بالإشادة بالعلاقات الجيدة والممتازة بين الشريكين المغرب وإسبانيا، ونصف العلاقات دائما بين البلدين بالاستراتيجية. وذكرت هذه الناشطة الجمعوية والفاعلة في مجال الاجتماعي بأن هذا المجرم يجب أن يحاكم ويحاسب على أفعاله أمام العدالة، ويجب منعه أيضا من مغادرة التراب الإسباني حتى يقول القضاء الإسباني كلمته الأخيرة فيما يتعلق بتورطه في جرائم حرب
واغتصاب وإبادة جماعية. وتؤكد نادية صفي الدين أن هذا المجري يجب أن لا يغادر الأراضي الإسبانية حتى يقول القضاء الإسباني كلمته متورط في جرائم حرب ضد المواطنين الإسبان والمغاربة. وتؤكد نادية صفي الدين أنه بإدخال شخص مدان على الأراضي الإسبانية تكون إسبانيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فإنها تنتهك حقوق الضحايا الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها مجرم الحرب هذا، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء إدخال هذا المجرم إلى التراب الإسباني بهوية مزورة لمواطن جزائري. وقالت: بصفتي مواطنة مغربية مقيمة في إسبانيا، فإنني أستنكر هذا الموقف الذي يضر بشكل كبير بحسن الجوار وبكل القيم والمبادئ التي ترتكز عليها العلاقات القائمة بين البلدين. وعبرت عن خيبة أملها فيما يتعلق بموقف الحكومة الإسبانية ومناوراتها لاستقبال هذا المجرم الانفصالي بكل سرية، طبعا بتواطؤ مع المخابرات الجزائرية. من جانبه دعا فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس رجل الأعمال الإسباني الذي شارك بدوره في هذه الوقفة الاحتجاجية، طالب العدالة الإسبانية إلى التحرك والرد وأن تقوم بمهامها بكل مسؤولية، بعد أن ندد بتواجد مجرم حرب فوق الأراضي الإسبانية وبهوية مزورة. طالب أنطونيو غونزاليس حكومة بلاده بالتصرف بكل مسؤولية والسماح للعدالة بأداء وظيفتها حتى يمثل المدعو إبراهيم غالي أمام القضاء. وشدد فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على أن ما نريده هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن مجرماً متابعا من طرف سلطة قضائية إسبانية يتم إيواؤه في مستشفى عمومي، وبالتالي التنديد بهذا الخرق وهذا الانتهاك لمختلف القوانين والتشريعات، وذلك حتى تتمكن السلطة القضائية من التصرف وأن تقوم بمهامها ومسؤوليتها كاملة. وتابع رجل الأعمال الإسباني من خلال مشاركتي في هذه الوقفة الاحتجاجية أريد أن أعبر عن الأمل كمواطن إسباني ورجل أعمال في أن تسهر الحكومة الإسبانية على صيانة وضمان علاقات جيدة مع المغرب كجار صديق، مشيرا إلى أن قضية الصحراء هي قضية محورية وأساسية بالنسبة للمغرب وللشعب المغربي قاطبة، كما أن المغرب هو أساسي ومحوري بالنسبة لإسبانيا. ومن هنا فإن مصلحة الطرفين هي ضمان أن يكون الشريكان على نفس الموجة. وشدد أنطونيو غونزاليس على أن الصحراء هي مغربية وحان الوقت لتقديم دعمنا للمغرب في هذا الملف. من جهته وجه الممثل الجمعوي في إشبيلية علي العكاوي نداء إلى القضاء الإسباني حتى يتفاعل بأسرع وقت ممكن مع هذه المطالب ومع شكايات الضحايا، مشيرا إلى أن مصداقية العدالة الإسبانية هي الآن على المحك. وبالنسبة لعلي العكاوي فيجب محاكمة مجرم الحرب هذا المدعو إبراهيم غالي واعتقاله وليس حمايته من طرف الحكومة الإسبانية. شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.